بسم الله. لما نيجي نبص للشكل دوت نلاقي بيوصف لايف سايكل بين بروسيسز، العمليات اللي موجوده في دوره حياه المبنى. اول حاجه قبل ما ندخل في مرحله الديزاين بيبقى عندي معلومات او عندي اكسبيرينس من مشاريع قبل كده، فببدا في مرحله الديزاين بعمل فيزواليزيشن، ماتيريال سكادول، الكراش ديتكشن، لايف سايكل اناليسيز، الكوردينيشن، الديزاين اناليسيز، اللوح، صناعه الابعاد. كل الحاجات دي في مرحلة الديزاين. خلي بالنا احنا بنعمل كراش ديتكشن في مرحلة الديزاين، لأن السؤال ده سألته النهاردة عند ال دي 400 بنبدأ نعمل الكراش ديتكشن. ده كراش ديتكشن من أول حاجة، لأن لو في مشاكل لازم نحلها قبل ما ندخل في التفاصيل. تمام. لما بنخلص مرحلة الديزاين خلاص بيتنقل الموديل من فريق ديزاين لفريق الكونستراكشن، هو بيبدأ يدخل في الكونستراكشن فيز، بيهتم بالكوردينيشن اكتر، بيهتم بالهيلثي بالسيفتي باللوح الشوب دروينج، وبعد كده بيبدا ينقل الحاجات دي للاوبريشن اند مينتيننس، فبيبدا يربطه بالبي ام اس. فلازم اكون حاطط معلومات قويه وعامل ملف كوبي وعامل ملف الاي اف سي عشان اقدر انقل بسهوله للبي ام اس والفاسيلتي مانجمنت سيستم والبرودكت ديتيلز، سكيورتي سيستم، السبيس مانجمنت، المينتيننس سكادوال، لينك تو ستوك كنترول، كل الحاجات دي في الاوبريشن. وبعد كده بيبدا الموديل يوز باي اذر، ويبدا بقى ندخل في المرحله بعد كده يوز ذا موديل ثرو ذا لايف سايكل، سيف ديموليش، سستينابيلتي اوديت، نوليدج بيلدينج، اي تي سي. تمام. وبعد كده كل المعلومات ديت في المشروع ده اللي خلاص خلص وبدأنا اتهد وكل حاجة، نبدأ نستخدم كل الخبرات ديت في أي مشروع جديد. هناخد المعلومات اللي استفدنا منها من دورة حياة المنشأ في الحياة الجديدة، ده لايف سايكل بيم بروسيسز اللي موجود في كتاب مدينة مصدر، وهتلاقي إن في استخدامات حلوة في البيم زي 3D ديزاين. بنقدر نعمل كأن احنا بنينا مبنى، فبنقدر نستفاد من كل حاجة فيه ونحل الكراشات ونستفاد من حصر كل حاجة. الكوردينيشن بنقدر نحل الكوردينيشن أثناء التصميم مش أثناء العمل في الموقع. الفيزواليزيشن رغم إن البيم مش من برامج الرؤية والإظهار والحاجات ديت، بس هو الإخراج بتاعه حلو، زائد إن الفي ري بيبقى موجود فيه برامج زي الريفيت، فده سهل الشغل. البروجكت سكادولينج بنقدر نربط المشروع وقاعد بقى بتاعته زي البرامافيرا الام اس بروجكت بالموديل، فده بيفيدنا ان احنا المعلومات تبقى مجسمه قدامنا. داتا اكستروشن نقدر نخرج اي معلومات احنا محتاجينها من الموديل. ستودي دروينج دلوقتي بتطلع من ال 3 دي، وهي دي فكره البيم. لو انت مش عارف تطلع 2 دي زي ما انت عايز سكاشن وبلانات، يبقى ده مش بيم. تمام. وبعد كده الفيدريتد بيم، ان احنا ما بنشتغلش كل موديل لوحده، ما ينفعش يبقى فيه معماري وما فيش انشائي، او في كهرباء ميكانيكال وما فيش معماري، لازم كله يبقى بيم. زي الجسم كده بتلاقي العظم ده يعتبر الانشائي مثلا، بتلاقي الاورده اللي مش فيها دي تعتبرها البايب مثلا، الشكل الخارجي ده الكسوه اللي هو الحاجه المعماريه. فبالشكل دوت بتلاقي ده الميكانيكال، ده الاستراكشر، الاركتكشر. لو كل موديل لوحده ومش موجودين مع بعض فده ما بقاش بين، لازم يطلع لي كومبايند موديل يكون فيه الشغل كله.